تبقى عليه هذا مين؟ عن nothing it doesn't mean anything we just أنا دابا أنا دابا دابا means now Tiki Max. We don't say Max. Tiki Max. Oh, I'm going so full today. Eh, الدنيا عمرة بزاف. جينا تيكي ماكس باش ناخذ شي حاجات محتاجينهم. والباركينغ هذا دائما يكون خاوي لي ما عامر. Oh, I mean it is Saturday today. يوم السبت. Today's intro will be very special because I'll be speaking in Urdu and you will be speaking in Darija. Okay. Let's see who wins. I know I'm going to win too. Well, I'm clearly going to lose. Because السلام عليكم آپ کیسے ہیں میرا نام صفائے وہ میرا شوہر میرا شوہر بہت بھوک لگی ہے آج موسم بہت اچھی ہے بہت اچھا ہے اچھی اور اچھا اچھا ہے بہت بارش ہم ٹیکے میکس ہم ٹیکے میکس پہ جا رہا ہے اوے Because you're doing really well. Really? Yeah. She's actually doing really well. What the flip? मैं उर्दू सीख रही हूँ. मुझे उर्दू बहुत पसंद है. Very polite. She's definitely become a Paki now. Urdu is really polite. How can I say it's really polite? It's a very polite language. Yeah, how can I say it? Phir ye kehna chahti hai ki Urdu bahut achhi language hai bolne ke liye aur usko maza aata hai seekhne mein. Haasta. Language seekhne mein usko maza aata hai. Bahut maza aata hai. Bahut maza aata hai. To mujhe Urdu bolne mein pehle jab main chhota tha meri Urdu bahut achhi thi lekin ab main bada ho gaya hu meri Urdu bahut kharab hai. नहीं खराब नहीं है बहुत खराब है आप अपना उर्दू बहुत अच्छी है जी आपके लिए अच्छी है क्योंकि आप थोड़ी कुछ समझती हैं लेकिन जो उर्दू बोलते हैं नहीं झूठ नहीं झूठ लुक माय किड्स व्हेन माय किड्स ग्रो अप इंशाल्लाह दे गोइंग टू स्पीक उर्दू अरबिक पाकिस्तान उर्दू अरबिक इंग्लिश उर्दू अरबिक इंग्लिश स्पैनिश फ्रेंच Safi, and if they speak to you, they can speak in Arabic. If they speak to me, they can speak in English. If they speak to my mom, they can speak in Urdu. If they speak to your grandma, they can speak in Darija. Safi, चलो चलते हैं. What about you, Arabic? Yes, how was it? No, I'm not gonna help you. اليوم لجو مزيان. فين نمشي؟ ماشين تيكي ماكس. Avec mon wifey. والله ما فهمت علاش كتبقى تخلط لي فرونسي مع اسبانيولا مع العربيه. Cause you guys do it. Okay, يلا نمشيو. فين نمشيو؟ تيكي ماكس. Why do you say تيكي ماكس؟ تيكي ماكس. غادي نمشيو لواحد المحل اللي اسمه تيكي ماكس. هنايا كيبيعوا داكشي الحوايج مزيانين والاتات وكل شيء. Ali, film. I was looking for you. Show me. It's really cool, but is it too big? Ali, reçu le manteau de Yelchita. It's long, it's really long. You look like you're drowning. You look like you're drowning. I think it's cool. البنات شنو جا كيف جاكم هذا المونطو هذا عجبني اخوك حالته هو مزيون ولكن جا كبير عليه او ماي
bigger than my picture. Uh-huh. And I need to buy a scarf as well. البنات علي غادي يسافر مع صحابه. المضحك في الامر انه يعتقد انني لن اسافر، انني سوف انتظره هنا وحيناتا. قلت له لا حبيبتي انا غادي نسافر. هلو قلت له هاي انت تمشي تسافر تبرع لي وانا نبقى جالسه كنتسناك. ثقه في النفس هادي خليت عادي كيحمق مع داك الشيء ديالو وانا جيت للجهه ديال المواعد. مزيونين شفت بزاف شحال فين داش حمزيون ديال الكوب كيكس فن. الفيديو اللي فات فاش كنت كنختار ديك الطناجر البنات كيقول لي مشي انت كي ماكس، انا الاغلبيه كناخذ الطناجر ديالي من هنا حيت فريمون عندهم لي مارك مزيونين وعندهم جميع الانواع والاشكال اللي بغيتو. خصني هادو عرفتو كيكونوا ثقالين بزاف. الله 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 هادو سمعت كي هادو شفت بزاف ديال الفيديو ناس كيشكروهم اللي كيعملوا المساج ديال الوجه سورتو هاد الكواشا كنظن اسمها كواشا. شو كاين هادي وكاين هادي وكاينين حتى هادو في الخضر. These are so cute. هادو ريزرز ديال الحجبان وداكشي. This is my purchase of the day. هادشي اللي شريت انا من عندي كي ماكس. صافي شو هذا ما يبا حبو ديس هودي ساعة ساعة احنا في المحل يلا شرنا غير جوج الحبس. You look like that one. Hello. هو ماشي مسافر مع صحابه جالس كيحيا العليا هنايا وجالس كيشري الحوايج وداكشي. صحاب غادي نبقى انا كاصف في الدار مأزمة كنشوف في السقوف نقول انا مسكينة بوحديتي ومعرفش. انا كان بلاني نسافر كان بلاني. واحد العقل كيقول لي سكوتلاند وواحد الاخر كيقول لي ايرلند. وحده من جوج البنات اللي كيتفرجوا فيا من سكوتلاند وايرلند عرضوني نجي. شويه اش عندك يا كلابس؟ قالكم هادو كيصلحو الناس اللي عندهم. هادي ديجا عندي وحده كنت شريتها من واحد الماركه مزيان بزاف ولكن كلشي كنستعملها بزاف وانا بغيت هادي. هاد الكواشا هادي كيقولوا انها كت هاد الكواشا هادي كيقولوا انها كتساعد تنقص الناس اللي عندهم انتفاخ في الوجه. انا فاش كنفيق في الصباح دائما وجهي كيفيق من الفوق فغادي نجربها. شتي وتبارك الله تبارك الله. You know what? It actually works. عرفتي تسيني بديك الناس اللي كيجربوا برودوي ديك الساعة وكيقول لك واو عطاني نتيجة. You are the perfect influencer. You know the one that... You don't have time because you have work. عندو الخدمة دابا ثلاثة. Leave it for tomorrow then. من بعد ما سرينا من شوبين كيف ما شفتوا ما شريناش بزاف د الحاجات لانه علي كانت عنده الخدمه وما كانش الوقت كافي. انا رجعت للدار ولوستي جاتنا عندنا هي وليداتها وقلت عرفتوا غادي نوجد الدجاج بالزيتون والفريت. عرفتوا يا البنات شحال هادي ما كليتو مع دابا عامل عالي عامل الحميه كناكلو غير الحوت. وفاش لوستي قالت لي انا غادي نجي عندك فرحت بزاف قلت لها اليوم غادي نصايب الدجاج ناكلوه انا وياك وعلي ياكل في الخدمه. دونك انا عملت الدجاج يطيب وهنا كنحضر واحد الكيكه تركيه اللي اسمها تريلي هي معروفة في تركيا. صراحة في المذاق جات غزالة البنات وتبعوا هذه الوصفة غادي تعجبكم بزاف ولكن المنظر الله يجيب. نخليكم تلخرج فيديو وتشوفوا
طريقة التحضير كان نخلط 4 ديال البيضات بحرارة المطبخ، كنطربهم مزيان مزيان حتى كيطلقوا بحال واحد الرغوة. وهنا كنعبر السكر، عندي تقريبا 200 غرام. فمهم كنزيد نخلط 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 وكنضيف عليه السكر وكنطرب كلشي من الفوق. الخليط ديال البيض والسكر خاصو يجي لون مفتوح، ما يبقاش فيه ديك الصفورة، كيجي عاطي شوية البيج. ركزوا لي ضروري على هذه الخطوه، انا تقريبا 5 الى 10 دقائق وانا كنطرب في هذا البيض والسكر حتى حصلت على هذا القوام بحال هكذا. المهم مره غادي نبان لكم كنطلع على الطاجين، لانه تما عندي الدجاج كيطيب ورد البال معه. من بعد كندوز كنضيف معلقه ديال الفانيلا اكستراكت، كنخلط بشويه، وعاد كنضيف تقريبا 118 مللتر ديال الحليب مع 118 مللتر ديال الزيت. هادو كلهم كنزيدهم البيض والسكر بحال اللي كتشوفوا في الفيديو، وكنطرب عاوتاني كلشي مع بعضه. ندوزو دابا المكونات اللي هي ناشفه. غادي نستعمل هاد الدقيق سيلف ريزين فلاور، غادي تكونوا لاحظتوا من الفيديوهات كيعجبني نستعمل هاد النوع ديال الدقيق. الا ما عندكمش استعملوا الدقيق العادي ديال الحلوى ولا ديال الكيكات اللي كنستعملوا في المغرب. هنا غادي تحتاجوا 180 غرام، وغادي نضيف معاه معلقه ديال خميره الحلوى. هنا غادي يبان لكم ولد لوسي كيعاوني، عرفتوا البنات كيحماق على شي حاجه اسمها الطياب وكيحماق على هادشي ديال الكيكات لي بسكوي. فين ما يشوفني فين ما يجي عندنا للدار ويشوفني كنعجن ولا كان ماشي حاجه كيجي كيقول لي انا بغيت نعاون، اي وونت تو هيلب از ويل. فغادي نغربل ديك الدقيق، وطبعا ضفت معاه الخميره ديال الحلوى حتى هي غادي نغربلها. غادي نخلط المكونات كلها مع بعضها وصافي، الخليط ديال الكيكه تريليتشي واجد. من بعد غادي ندوز لتحضير الرصاصه ديال الكراميل. الكراميل راه بسيط، كيتحضر بالسكر وكنضيفوا له لا كريم فريش، الكريمه ديال الطبخ او كريمه ديال الحلويات. هنا عندي تقريبا 180 غرام ديال السكر اللي استعملت، ممكن تستعملوا اكثر اللي عندكم كميه كبيره. بحال دابا هذه غادي تعطيني بزاف ديال الكراميل، كنخليه على عافيه مهيله كيدوب شويه. البنات ردوا بالكم لانه الى تحرق السكر كيجي المذاق مر في الكراميل، وهو اللي وقع لي مره الاولى. بون ديك الفقره هذيك ما صورت لكم كيفاش تحرق وعاودته من الاول. ضفت عليه الزبده، فاش كيدوب السكر كنضيف عليه تقريبا 50 غرام ديال الزبده. هنا سيداتي وسادتي خصكم تقابلوا السكر والزبده لانه دغيا كيتحرق، عرفتوا بصح التجربه الاولى دغيا شلطني وتحرق. من بعد غادي نضيف كريمه ديال الطبخ، انا استعملت دبل كريم، غادي نخلط حتى هي بسرعه ونخلي حتى غادي تكونوا بحال واحد الفقاعات هكذا بحال كيتجانسوا مع بعضهم. ميم بواحد دقيقه جوج دقائق وكنطفي على الكراميل كيكون واجد. ضروري كنخليه شويه يبرد عاد كندخلو التلاجة. خصكم ضروري تخليوه يبرد على الاقل ساعه او جوج ساعات في التلاجة عاد يتحط على الكيكه. هنا الكيكه عندي وجدات، من الاحسن تستعملوا القالب اللي يكون مربع او طويل مستطيل وكيكون رقيق، هذاك هو اللي كيناسب هذا الكاطو ديال تريليتشي. انا للاسف ما كانش عندي. والكيكه طيبتها تقريبا مده ديال 40 دقيقه، الفران 170 درجه وشعلت من التحت والفوق. وهنا كنوجد هذاك اللي كنسقي به الكيكه من الفوق. عملت عيني ميزاني الحليب مع الحليب المحلى كوندنسد ميلك، من الاحسن الحليب المحلى يكون زايد. المهم نتوما ذوقوا، لانه خاصو يكون المذاق ديال الحليب المحلى اكثر من المذاق ديال الحليب. فكنبقى نسقي الكيكه، وهنا الكيكه خاصها تكون ما هي بارده ما هي سخونه، الحراره ديال معتدله. كنسقي كتشرب، كنبقى نسقي حتى كنشوف ان الكيكه مابقاش كتشرب، ومن بعد كنوقف. في اناء واحد اخر غادي نوجد لا كريم شونتيي. انا هنا استعملت الكريمه اللي كتجي في ساشيات بودره وكنضيف معها الحليب، كنطربها مزيان وصافي كتطلع لا كريم شونتيي. الا ما عندكمش هاد الساشيات ممكن تستعملوا غير الكريمه ليكيد عاديه، ما كتزيدوا معها لا حليب لا والو، وكتطربوها وتتحصلوا على هذا الشكل هذا. الكريمه طبعا كتكون ديجا عندي في الثلاجه، كنزيد نخليها تبرد. والكيكه تاكدوا 100% تكون بارده، لانه الا كانت سخونه فاش غادي تابليكيو الكريمه من الفوق غادي تذوب ويرجع المنظر مرون. ضروري كنأكد الكيكه تكون بارده. وهنا الكراميل خرجته من الثلاجه برد مزيان وكيقصح شويه، واخا يبالكم قصح غير حاولوا انكم تحركوه بمعلقه وصافي غادي يخفف. هذا هو المنظر اللي قلت لكم ما تديوش عليه، لانه ما كانش عندي ديك لابوشيت ديال السيليكون اللي كنحطوا بها الكريمه، وجربت عملتها غير بواحد الطريقه ويا ربي تسمح لي تكرفصت عليها. المهم جربوا هاد الكيكه وهاد الوصفه غادي تعجبكم بزاف بزاف. You kids are driving me crazy. Yeah, cool.
Can someone put them to sleep, please? Let me show you something. Let me show you something. شنو قلت لكم ديك النهار؟ هادشي يا حسره شوفوا. ها هما مش... Oh my god. ياك شفتوا؟ عرفتوا البنات عشيه كامله ولاد لوستي ساكتين مهدنين غير جعالي نوض فيهم الهوايش. انا معايا ما كيقدروش يزنزنوا وكانوا عاملين الفوضى الفوضى بمعنى الكلمه. هنا علي كيتعشى العشاء ديالو اللي جاب من الخدمه وانا بغيت نشارك معكم الدجاج كيف خرج. عرفتوا جاب ندغمر غزال غزال مريقه خاطره. تخيلوا معايا اكثر من شهر ونص ما كليت الدجاج، كناكل غير الحوت مع ديك الدايت اللي عامله علي حيت كنعجز نطيب جوج الاكلات في النهار. كان هذا هو اخر الفيديو، كنتمنى انكم استمتعتوا. الى جربتوا الوصفه ديال تريليتشي صيفطوا لي فوتو في انستغرام، غير كنتو مركزوا في الديكوراسيون وما تعملوش ديك الكارثه اللي عملت. كنبغيكم بزاف ونشوفكم ان شاء الله فيديو مقبل. السلام عليكم.